الو، اتفضلي يا فندم، اسمعك. لو سمحت عندي حلمين. اتفضلي يا فندم. اول حلم حلمته ان انا في بيت، انا وجوزي وحماتي وحمايا، بس بيت من الطراز القديم اللي هو على شكل بيكون قصر، والبيت ده في جزء مايل، البيت ده هيقع بينا، واخو جوزي كان بيقف في حته كده يسند بيها البيت علشان ما يقعش. بعد كده خرجنا كلنا من البيت نجري، ولما خرجنا كلنا البيت كله وقع، اتهد، وقع فوقيه حجر كبير قوي هده. طيب انا خليكي معايا يا استاذه ام مسلم، ام مسلم. ام مسلم، البيت كل اللي انتوا قاعدين فيه ده كله بيصلي؟ اه الحمد لله. وكله ملتزم؟ اه كلنا الحمد لله ملتزمين. وكله فيه طاعه؟ اه. طيب انا لما جريت كنت خايفه ولا حسيت بايه؟ كنا بنجري خايفين. اه طيب انا لما اكون في طاعه، خليكي معايا، لما اكون في طاعه واخاف يبقى حدرك النجاه. ليه؟ لان الله قال ففروا الى الله اني لكم منه نذير مبين، والله قال ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. والفرار تاني قال نوح ربي اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا. وفرار تاني ان يريدون يقولون ان بيوتنا عوره وما هي بعوره ان يريدون الا فرارا. انتظامي في الطاعه يبقى انا من النوع اللي بفر لله سبحانه وتعالى، ما فيش انتظام في الطاعه فخر عليهم السقف من فوقهم. اشوف انا من نوع الهون اللي في بيأذن ويذهب لبيت الله الحرام، وفي بيأذن وسارق. أنا أدرى بنفسي، والله أعلى وأعلم.